عبالي أعمل شوكولات مافنز، بس هالمرة رح أعملهم بطريقة شوي صحية. أول شي هرست موزة مع معلقة قهوة، رح ضيف عليهم هلأ البيض مع الفانيلا، الزيت والحليب، وبدل السكر رح ضيف دبس تمر وبخلطهم مع بعضهم. استعملت بدل الطحين الابيض طحين قمح كامل، ضفت عليهم الكاكاو باودر، البيكينج باودر، بيكربونات اوف صودا، ورشه ملح. رح ضيف عليهم كمان شويه شوكليت وخلي شوي للاخر، كمان رح اخلطهم مع بعضهم. هلا رح ضيف المواد الجافه على الخليط السائل واحركهم. رح ضيف الكميه تدريجيا. المافنز صار جاهز، هلأ بدي صبه بقوالب المافنز. هلأ بالآيسي كريم سكوب رح حط تقريباً 2 سكوبس بكل قالب. رح كمل هيك لتخلص الكمية عندي. ندخلهم على الفرن على درجة حرارة 180 لتقريبا 45 دقيقة. ندخلهم على الفرن، رح ارجع احط شوي على الوش شوكليت شيبس. طلعت المافنز من الفرن وهلا رح اتركهم ليبردوا.